قناه احدث العرائش. هنا معنا السي يوسف الرجل النشوط الرياضي الكبير، اعطينا شي كلمه على حول ديال هذا الدوري هذا اللي منظمين. السلام عليكم، تحيه للاخ ابراهيم الاطار الرياضي بمدينه العرائش ورئيس نادي مهضة لكرة القدم بالمدينة والنشيط الفائق الجماوي. في الحقيقة احنا فرحانين اليوم في هذا الدوري هذا اللي كان الختام ديالو، ومن هذا المنبر اخ خي ابراهيم كنحاولوا نشكروا الاخ شرف ديال العسري على هذه المبادرة الطيبة والبديرة اللي في الحقيقة عجبتنا بزاف. حيت لا لاحظتي بالنسبة لهاد الوليدات هادو ديال الفئة ديال المبتدئين، ما عندهمش واحد البطولة خاصة بهم ولا واحد الدوري، فهاد الفكرة هادي فكرة ممتازة، وفي الحقيقة هو مطوع بوقته ومطوع بالمال ديالو الخاص. فكيف ما شفتي طيلة الأسبوع الوليدات كيلعبوا هنايا نهار مور نهار، كيلعبوا كل نهار، واليوم حاولوا يجمعوهم في واحد المباراة نهائية، مباراة كانت استعراضية اللي في الحقيقة ما شبعناش منها، كانت بين الوليدات ديالنا الفئة ديال المبتدئين، بين الفريق ديالنا ديال مدرسة العرائش وفريق ديال جنان باشا. فالوليدات لعبوا وبينوا على المهارات ديالهم والمواهب كاينة المواهب اخي ابراهيم، غير خص الصقل ديالها. حقيقة الدوري هذا كان ممتاز، كنشكروا اللجنة المنظمة على هذا التنظيم المحكم، وفي الحقيقة كانوا جوائز في المستوى. هو اخي يوسف كان كلشي في المستوى، على ما كنظن كاينه جوج دوريات اللي شفتهم انا في العرايش اللي دازو في المستوى، كاينه هذا الدوري هذا اللي نظمته اتحاد الجمعيات بشراكه مع السيد هذا اللي قلت عليه، والدوري اللي كان دار للناس الكبار الفئات الكبار، مره كان دارته شي جمعيه خيريه كانت بقلا عمرها نظمت شي دوري. هو في الحقيقه اخي ابراهيم بالنسبه للدوريات فالعرايش معروفة بمجموعة ديال الأنشطة كتقوم بها، وجمعيات يعني مجموعة ديال الجمعيات كيقوموا بدوريات. في الحقيقة الدوري هاد الفئة هذه كيف ما قلت لك أنا في الأول، يعني هذه دوري يعني هاد الفئة هذه جديدة، ما عمرها دار لها واحد الدوري هنا في المدينة. والدوري اللي قلتي بالنسبة للناس كبارين يعني كانت شي جمعية يعني نظمته، الحقيقة ما عنديش شي فكرة عليه، يعني ما عنديش شي فكرة، حيت مجموعة ديال الدوريات كانوا كنظموا في شهر رمضان المبارك كانوا ديال الناس كبار، وهذه اللي نقدر نقول لك. كانوا جوج دوريات اللي شفتهم انا هنايا، هذا والدوري الاخر اللي كان بدون مقابل. كان الملعب مخلص، كل شيء مخلص، بنادم كيجي يلعب ويمشي بحاله. هذه باقي شي جمعيات هنا ما شفناهمش يدار، وخا كيلقاو بزاف العراقل. دابا هذا الدوري هذاك على ما كتبعت انا كنشوف بزاف ديال الاعداء الناجح، ولكن الدوري تكمل. بالنسبه خي ابراهيم كيكون واحد العمل خيري، عمل تطوعي، عمل انساني، ربي الحبيب كيعاونك فيه، فهمتيني. فبالنسبه لهذا الدوري هذا كما قلت لك، هذا واحد الشخص اللي بماله الخاص يعني مطوع بماله بوقته، يعني طيله الاسبوع هو هنايا. يعني هذا الدوري داروا مشاركه مع جمعيه شبكه الاتحاد للتنميه الرياضيه والثقافيه بمدينه العرائش. ومن هذا المنبر كنبغي نشكروا الاخ هشام البقالي على التنظيم ديالو، السهر ديالو، على انجاح الدوري هذا. في الحقيقه كيف ما قلتي شرتي لواحد النقطه، يعني الدوري بدون مقابل كتكون مجموعه ديال الدوريات كتنظم هنا في المدينه وعلى الصعيد المغرب كامل، فالدوريات قليل اللي كتكون بالمجان، وكاينه دوري اللي كيكون بالمقابل، يعني بحكم يعني كاينه واحد المجموعه ديال المصاريف كتخرج في هذيك الدوري، يا اما جوائز يا اما كراء ديال الملعب، ولكن عاوتاني على حسب كل واحد والفكره ديالو من الدوري، كل واحد الطريقه ديال التنظيم ديالو. فهاد الشخص انا كيف ما قلت لك هذا محب للرياضه، هذا غيور على الرياضه في المدينه، الهدف ديالو ماشي هي الفلوس، وانه يدير واحد الدوري بالمقابل باش عاد يقدروا يشاركوا الفروق. فانت شتي هو بالمجان ولقى واحد الاقبال كبير من طرف الجمعيات، وكان واحد التنظيم اللي في المستوى، الوليدات كانوا كيسالوا المباراه كيحصلوا على واحد الوجبه اللي هي واحد العصير، واحد يعني واحد الوجبه اللي خفيفه للوليدات، واحد القرعه ديال الماء ديالهم قليل اللي يديرها بحال هكا، قليل يعني حتى الدوله ما تقدرش صعيب صعيب دير هذاك الشيء. اخي ابراهيم كيف ما قلت لك، يعني كاين المصارف كتخرج، الا بغيتي دير هذاك الشيء خاص تكون عندك واحد الميزانيه خاصه بالدوري. الدوله ولا كما قلت هي بالنسبه للمجتمع المدني خاصها تكون عندها مداخل باش تقدر دير واحد الدوري اللي تقدر تخسر عليه. وهذا الشخص هذا اللي هو شرف الدين العسري، فهاد الدوري دايروا بماله الخاص، فالملعب كراه طيله الاسبوع وزياده، يعني داير واحد الدوري اللي هو بالمجان، هو في الحقيقه عنده مصاريف وكاين مجموعه ديال المصاريف، وانت شتي الجوائز، يعني كلشي الوليدات توجوا بالميداليات وبالكؤوس، وهادشي هذا كنقولوا له شكرا شكرا بزاف، وكنتمناو بحال هاد المبادره تزيد تكون في هذه المدينه هذه، اللي في الحقيقه كاينه مجموعه ديال الجمعيات الرياضيه، وكاين واحد المجموعه ديال الاطفال
الوليدات اللي كيبغيو هذه الرياضه الشعبيه. حيت انا شفت في هذا الدوري هذا دار واحد البديره زوين، هذاك دار واحد اللجنه سهرت على الدوري، شافت الاطفال اللي ما عندهمش واحد الماده وما عندهمش واحد وحضر لهم بوطات صالح اللاعب وتوني، دار واحد الحاجه روعه. الدوريات كاملين اش كيديروا؟ يعزل لك احسن لاعب، احسن هداف، احسن كذا، ولكن ما كيفحش في اخي ابراهيم شفتي لواحد النقطه اللي مهمه واللي عجبتنا بزاف واثرت فينا بزاف، اللي هو في الحقيقه سار واحد النقطه اللي مهمه، هو ان اقترح على الجمعيات المنظمه ولا اللي مشاركه بانهم يقترحوا واحد الاطفال اللي ايتام واللي ما عندهمش واللي ما فحالهمش، يعني فقراء وايتام، وبالاخص هو كيركز على الاطفال الايتام واليتامى. ففي الحقيقه وفرهم واحد الهديه ولا واحد الجائزه اللي عباره عن احذيه رياضيه من النوع الممتاز زائد واحد الكيطمه، وفي الحقيقه الوليدات فرحهم يشبروا هذيك الجائزه. وهذا كيف ما قلت لك انا في الاول، هذا عمل انساني اكثر ما هو عمل مادي، فهو ما فكرش في الماده ولا فكر في الفلوس، فقد ما فكر يفرح هاد الوليدات هادو، فرح الايتام وفرح اللي عندهم. فالدوري هذا للشيخ ابراهيم، الدوري هذا راه جمع فيه اطفال من جميع الشرائح، راه كاين الوليدات اللي عندهم اللي لاباس عليهم، كاين الوليدات الفقراء، كاين اللي ما عندهمش، كاين المتوسطين، وكاين اللي ايتام. وفي الحقيقه هو قدر شرف الدين يقيس جميع الفئات، ما نساش حتى هذيك الفئه اللي وليدات عندهم تاهما ايتام، وهذاك الشيء في الحقيقه فرحهم، وانت الشيء الدليل على ذلك. هذاك الشيء داز شي روعه في المستوى. كنتمنى هذا الشيء هذا يعطيه درس، كاينه بعض السماسره اللي كيبينوا ريوسهم انهم كيخدموا المدينه ولكن هم كيخدموا المصالح ديالهم. حنا كنتمنوا اخي ابراهيم من هذا المنبر كيف ما قلتي، يعني اي واحد بغى يدير واحد البديره الا ويفكر في هذه الفئات الصغرى، هي اللازمه ولا هي الاهم، يعني في كره القدم اللي هي القاعده وهي الاساس ديال الفئات الكبرى، فإلا ما كانوش الفئات الصغرى ما غاداش تكون الفئه الكبرى. وفي الدوريات فتما يقدروا الوليدات يبرزوا المواهب ديالهم، حيت الوليد الا ما كانش كيلعب واحد الدوري لواحد البطوله فين غادي يقدر يبرز المواهب؟ حيت اخي يوسف هنا ما يمكنش اللاعبين يلعبوا في البطوله، حيت عندنا هنا الجمعيات ولا الفرق حق ودون، عندهم الحقد، ما يمكنش يعطيك انت لاعب ولا انت تبان احسن منه، ما كيفرقش بين انك انت راك نادي، انت كتمثل المدينه، هو خصو يشجعك، هو خصو يدعمك باش تزيد للقدام. اللي بغيت نقول لك اخي ابراهيم هو ان كل واحد والتفكير ديالو، كل واحد كيفاش كيفكر. فاي الانسان اللي كيكون عنده واحد الجمعيه ديال الاحياء وعنده واحد مجموعه الاطفال كيشتغل معاهم، يعني كاينه الناس اللي كتبغي الوليدات ديالهم كيشوفوهم مزيانين، يقدروا يدير مثال كيدخلوهم الانديه ولا مدارس، يعني كتنشط على الصعيد العصبة. ولكن كاينه جمعيات اللي ما كتبغيش وليدات، لا هادشي خصو يخدموا عليه الجمع. شنو الدور ديال الجمعيه؟ هي تجيب اللاعب تاثروا تردوا لاعب في المستوى وتعطيه يشوف المستقبل ديالو. نتفق معك. كتبقى مستغلاه واحد المده طويله حتى كيكون داز عليه الترن. نتفق معك. هي الا جيتي تشوف كتكون عنده واحد الموهبه صايب. هي الا جيتي تشوف اخي ابراهيم، هذه هي الفكره الاساس شنو هي؟ هو ان الوليدات كينطلقوا من الاحياء، عاد كيوصلوا للمرحله ديال المدارس ولا المرحله ديال الانديه اللي كيمثلوا بها المدينه ديالو. فالجمعيات يعني كيخدموا كيديروا واحد الدور كبير، كيشتغلوا مع الاطفال في الاحياء. فالوليد ملي يشوفوا يعني لحق واحد النيفو اللي مزيان، المستوى ديالو مزيان، يحاول يعطيوه لواحد النادي يلعب فيه، اللي هو نادي كيمثل المدينه على الصعيد الجهوي، يعني في العصبه ديال الشمال. فالوليد الا ما لعبش في واحد البطوله اللي منظمه، البطوله اللي على طول السنه، الوليد غير كيلعب، يعني مره يلعب مره ما غاديش يلعب. ومي كيما قلتي واحد النقطه اللي شرتي لها مزيانه بزاف، هو انه كيكون في واحد الفئه يقدر يكون في البراعم ويدوز عليه العام ما يلعب ما حتى شي واحد، يلحق الميني ما يلعب ما حتى شي واحد، كيوصل الكادي وهو باقي ما لعبش حتى البطوله. اذا هذا الوليد هذا يلعب غير واحد المده صافي ما غاديش يلعب. يعني كاينه بزاف ديال المواهب شفناهم كانوا يقدروا يكونوا مزيانين، هادي يقدروا يمشيو بعيد ولكن ما كملوش. هادي اللي كنقول حنا دابا الجمعيات هنا حق ودون، مثلا الا شافك درتي واحد العمل في المستوى كيبغي اما يدخل فيه يشارك فيه هو يخربوا لك. حنا اللي كنقولوا اخي ابراهيم، انا لاحظت مثلا في الدوري اللي درته مؤخرا، قلت مثلا الدوري نظموا حنا مع بعضياتنا خوت كذا وكذا، كنشوف بزاف ديال الاشخاص كيبغيو يهرسوا الدوري، يبغيو يوقفوا الدوري، ولكن اللجنه كانت في المستوى. وكما قلتي ملي كيكون واحد العمل مشترك ضروري غادي تصيب واحد، يعني كاين اي دوري ولا اي عمل ولا اي نشاط كاين السلبي وكاين الايجابي،
فهمتيني، ولكن الانسان يحاول سلبي يحاول يصلحه في المستقبل باش ما تبقاش هاد الامور السلبيه اللي كتكون في جميع الانشطه. ما نقولوش يدير مثال غير في دوريه، لا في اي نشاط كيف ما كان خص ظفر الجهود ويخدموا المصلحه ديال الرياضه في المدينه باش نقدروا نزيدوا بها القدام. هادشي اللي كاين اخي ابراهيم، وكنشكرك على هذا الاستضافه. تحياتي اخي يوسف، انا اللي كنتواجد لاول مره معك اخي ابراهيم. الله ينورك. تحياتي اخي يوسف، راك انت من الرياضيين القدامين. شكرا اخي ابراهيم، من الرياضيين القدامين. لا انت لا جزريكي بزاف، لا من العمل ديالك اللي كتقوم به، لا تبارك الله عليك الجمعيه ديالك ولا النادي ديالك منظم تبارك الله عليك. وكنشكروك وكنطلبوا لك مسيره موفقه وتوفيق مع الوليدات اللي كتشتغل معاهم من قلبك اخي ابراهيم. تحياتي اخي يوسف، كنشكرك بزاف.